مشاهدينا الكرام، صباح الخير على حضراتكم مع حلقة جديدة من صباح اون تايم. على مدار حلقتنا النهاردة بكل تأكيد ساعة ونص فيهم متابعة ومناقشة وتحليل لأبرز وأهم الأخبار والموضوعات الرياضية. طبعا بيأتي في مقدمتها الأحداث الكروية والماتشات الكتيرة زي ما استعرضنا مع حضراتكم. أجندة الأسبوع مليئة بالأحداث والبطولات سواء على مستوى المنتخبات المصرية ناشئين وشباب أو كمان على مستوى الأندية وأفريقيا، فحدث ولا حرج عن أحداث كتيرة جدا هنكون منتابعها النهاردة في حلقتنا. هنبدأ الكلام مع منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، واللي امبارح سجل انتصار غالي جدا على حساب منتخب ليبيا بنتيجة 7-1 ونجح في التأهل لكأس أمم أفريقيا، بعد ما كانت الصراحة كل المؤشرات بعد المباراة الأولى والخسارة الكبيرة أمام المنتخب المغربي بخماسية بتقول إن الجيل ده للأسف انتهى قبل ما يكون حتى بدأ المسيرة. لكن اللي حصل كان مفاجأة سارة جدا بالنسبة لينا كلنا كمصريين. خليني أقول لحضراتكم ليه إحنا كنا محتاجين منتخب الناشئين وبعده إن شاء الله يكون منتخب الشباب بيكمل في كأس الأمم الإفريقية. خلوني الأول زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة بنتابع الأهداف السبعة جت إزاي. بدأت من عند حمزة عبد الكريم بالتسجيل في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء، ثم في الدقيقة 27 تمكن محمد حمد من تسجيل الهدف الثاني بعد ما وصلت إليه تمريرة بالراس داخل منطقة جزاء ليبيا، سددها مباشرة في المرمى، وجي الهدف الثالث في الدقيقة 47 من عمر المباراة عن طريق محمد حمد من انفراد بحارس مرمى المنتخب الليبي، وفي الدقيقة 52 من عمر اللقاء جه الهدف الرابع للمنتخب المصري بتصويبة قوية أبعدها الحارس الليبي وارتدت مرة تانية الكورة داخل منطقة الجزاء علشان يكون بيتابعها حمزة عبد الكريم داخل الشباك، ثم في الدقيقة 63 الهدف الخامس للمنتخب المصري من خطأ لحارس ليبيا بعد ما فشل ان هو يمسك الكورة من حمزة عبد الكريم، وبعدها تمكن المنتخب الليبي من تسجيل هدف تقليص الفارق في شباك الفراعنة. ومع الدقيقة 84 سجل بلال الهدف السادس لمنتخبنا الوطني بتصويبة قوية في شباك الحارس الليبي، وبعدها سجل بلال الهدف السابع لتنتهي المباراة لصالح منتخبنا الوطني بسباعية مقابل هدف وحيد لمنتخب ليبيا. منتخبنا الوطني للناشئين في الجولة الأولى أكيد تعرض لهزيمة كبيرة جدا أمام نظيره المنتخب المغربي بخماسية مقابل هدف وحيد، وفي الجولة الثانية فاز منتخب مصر على المنتخب الجزائري بهدفين مقابل هدف، وبعدها كنا متأخرين يعني كنا في هذا اللقاء كنا متأخرين بهدف نظيف، ثم قدر المنتخب الوطني يعود في هذا اللقاء ويسجل هدفين علشان يكون بيقتنص ثلاث نقاط مهمة جدا في مشواره في هذه البطولة. في الجولة الثالثة فاز منتخب مصر على المنتخب التونسي بثلاث أهداف مقابل هدفين، بعد برضو ما كان متأخر في النتيجة بهدفين مقابل هدف قدر يعود ويحقق نتيجة إيجابية. وأخيرا في الجولة الرابعة سجلنا الفوز الغالي على منتخب ليبيا بسبع أهداف مقابل هدف وحيد علشان نكون بنتأهل بشكل رسمي وعن جدارة وعن استحقاق لمنافسات كأس أمم أفريقيا للناشئين. ليه كنا محتاجين المنتخبات المصرية في المراحل العمرية دي تكون متسجل نجاح كبير؟ أكيد حاجة مهمة إن احنا نكون متواجدين في كأس الأمم الإفريقية سواء الناشئين أو الشباب، لأن أنت محتاج يكون عندك مرحلة فيها ضخ دماء جديدة شاملة بقى مع بداية تصفيات كأس العالم 2030 واللي هتكون بتبدأ في 2027. فإحنا كمان بنتكلم عن سنين مش كتيرة من دلوقتي، حاجة طبيعية إن أنت تكون بتبدأ تشوف جيل جديد، بتشوف أوراق وبتشوف اختيارات لعيبة إن شاء الله يكونوا بيبدأوا يكونوا خبرات دولية وقارية. مستحيل تلاقي من ده على طول فجأة كده لاعب بيشارك على طول مع المنتخب الأول، لازم يكون بيطلع بشكل تدريجي ويبدأ يكتسب الخبرات بشكل متدرج وصولا للمنتخبات الكبيرة. وبنتكلم عن سن 17 و20 سنة، ده اللي المفروض الاستراتيجية اللي نبدأ نتبعها. قبل كده كنا طبعا بنشوف يعني الأجيال اللي قبل كده، كابتن حازم إمام، كابتن مدحت عبد الهادي، كابتن علي ماهر، كل اللعيبة دي قدرت ان هي تكون في جيل 95
موجودة مع أجيال مختلفة، تقدر أنها تكون بتكسب ثقة وتقدر أنها تكون مؤثرة مع مرور البطولات. جيل طبعا الكابتن جمال حمزة وكابتن محمد اليماني والكابتن حسام جالي في 2001 مع الكابتن شوقي غريب، بعد كده جيل كابتن عماد متعب والكابتن عمرو زكي في 2003 مع الكابتن حسن شحاتة، وجيل 2011 بقى محمد صلاح والنني وعمر جابر وحجازي، كل دول كانوا طبعا مع الكابتن ضياء السيد، ثم المنتخب الأولمبي في لندن 2012 مع الكابتن هاني رمزي، بعده جيل 2013 كهربا ورامي ربيعه مع الكابتن ربيع ياسين، وكمان جيل 2019 مصطفى محمد وفتوح ورمضان صبحي مع الكابتن شوقي غريب، فكانت بطوله كبيره جدا ومهمه جدا، بطوله امم افريقيا اللي قدم فيها هذا الجيل اداء مميز جدا ووصلوا من خلالها للمشاركه في الاولمبيكس، كلهم اجيال مميزه وكبيره وخرج منها عناصر مهمه فادت المنتخب الاول بعد كده. فبنقدر نقول ان النجاحات مهمه لازم تكون بتحققها منتخبات الناشئين وكمان منتخب الشباب، علشان كده مطلوب نشوف نجاح لمنتخب الناشئين، وان شاء الله يكون منتخب الشباب يوم الثلاثاء في موعد امام منتخب تونس يقدر يحسم بطاقه التاهل مع المنتخب المغربي لمنافسات كاس امم افريقيا. خليني أستعرض مع حضراتكم قائمة منتخب مصر مواليد 2008، في حراسة المرمى عمر عبد العزيز وعمرو عادل، الدفاع ياسين ياسر نور أشرف حمزة الدجوي مهند أيمن أدهم فريد آدم محمد، في خط الوسط باسل مدحت عمر العدوي محمد أنس محمد شريف وعلي بسيوني إبراهيم النجعاوي أنس رشدي محمد حمد بلال عطية كريم جمعة، في خط الهجوم عبد العزيز الزغبي حمزة عبد الكريم، وطبعا الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 بيترأسه الكابتن أحمد الكاس مديرا فنيا، والكابتن محمد إبراهيم مدرب عام، الكابتن رامي عادل مدرب مساعد، الكابتن أحمد فوزي مدرب للحراس، والكابتن علاء الجهري مدرب للأحمال، والكابتن وليد مهدي مديرا للمنتخب. ألف مبروك لمنتخب الناشئين، مبروك للكابتن أحمد الكاس بكل تأكيد ولكل الجهاز الفني، منتظرين نجاحات أكبر وأكبر لكل المنتخبات الوطنية. الحقيقة كان درس مهم جدا في هذه النسخة من هذه البطولة وهذه التصفيات اللي كانت مهمة طبعا نشوف فيها هذا الجيل هيكون بيقدم إيه، خصوصا مع الأزمة اللي كانت قبل البطولة بفترة قليلة جدا فيما يتعلق بالعناصر اللي تم التأكد إن هم عمرهم ما ينفعش يكونوا بيشاركوا مع منتخب الناشئين، كانت فترة قصيرة جدا لازم يكون بيتدارك الموقف الكابتن أحمد الكاس. البداية كانت محبطة بكل تأكيد، تخسر 5-1 من المنتخب المغربي، فكانت المؤشرات محبطة بكل تأكيد، ولكن ان احنا نقدر نعود مرة تانية نكسب البطولة خارج الديار، فدي كانت طبعا يعني بمثابة درس لكل المنتخبات ولكل يعني بنتكلم في الكورة بالتحديد، ان انت تكون بتبدأ بداية متعثرة وتعود مرة تانية وتحقق بطولة، فدي حاجة شفناها كتير، بس حلو ان احنا نشوفها من منتخب صغير في السن بيقدر يرجع مرة تانية طبعا بقيادة الكابتن احمد الكاس، الرجل المحترم الخلوق اللي قدر ان هو يكون بيتحمل ضغوط اكيد كانت كبيرة جدا في هذا التوقيت. فبنبارك للمنتخب، مستنيين منه ان شاء الله البطولة بقى كاس امم افريقيا، وبإذن الله يكون نتيجة واداء بيصاحبه المنتخب الوطني للناشئين. امبارح بقى في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية واللي بتقام في مدينة الإسماعيلية على استاد هيئة قناة السويس، فاز منتخب تونس على منتخب الجزائر تحت 20 سنة 2-1، ده كان في الثواني الأخيرة من عمر هذا اللقاء واللي كانت أحداثه فيها دراما كتيرة جدا، رفع منتخب تونس رصيده للنقطة السادسة وأصبح محتاج نقطة واحدة فقط من منتخب مصر اللي هتكون بتجمعه هذه المباراة مع يوم الثلاثاء، علشان كده مواجهتنا مع منتخب تونس مصرية، وإن شاء الله منتخبنا الوطني يقدر يسجل فوز بأي نتيجة يرفع رصيده للنقطة السابعة، ودي تكون يعني نقدر نقول نقطة ونبدأ من أول السطر ونشوف إن شاء الله أداء أفضل لمنتخبنا الوطني للشباب، لكن أكيد مباراة صعبة وليها حسابات كتيرة جدا، فبإذن الله يكون منتخبنا تحت قيادة مستر روجيرو ميكالي يكون موفق في هذا اللقاء.
كان لينا بقى احنا لقاء بعد مباراه امبارح بين منتخب تونس والجزائر مع الكابتن سليم بن عاشور المدير الفني لمنتخب تونس. خلونا نتابع ماذا قال من تصريحات ونعود مره ثانيه. الفريقين كانوا تعبانين شوية، وخصوصا كمان ان الماتشات بتبقى بينها يومين او ثلاثة بس. الفريق كان مجهد، والفريق برضو الضغط كان كبير، والنقلات كانت كتير، وكان في مساحات كتير، والهجمات المرتدة برضو كانت متعبة جدا، بس هيحسنوا ده للمرة الجاية ان شاء الله. طبعا الماتش هيبقى صعب جدا، والفريق المصري كويس جدا وقوي، فاحنا محتاجين نشتغل على التفاصيل الدقيقة علشان نوصل للتأهل. كل حاجة مظبوطة وكل حاجة منظمة جدا، والملعب كويس قوي، والملاعب كلها كويسة جدا، وكل حاجة تمام، واحنا مبسوطين جدا ان احنا هنا. ومن هذه البطولة نروح لماتشات امبارح في الجولة الثالثة من دوري نايل. امبارح كان عندنا ثلاث مباريات، الأولى جمعت الجونة مع غزل المحلة واحتضنها ملعب خالد بشارة في الجونة، وانتهت بنتيجة 1-0 لصالح المحلة، وهي نتيجة أكيد غالية جدا، وثلاث نقط مهمة راحت للكابتن أحمد عيد عبد الملك. سجل هدف المباراة نجم الفريق عبده يحيى في الدقيقة 25 من عمر اللقاء، وتفوق المحلة على الجونة وعلى الكابتن علاء عبد العال اللي استقبل أول هدف في الدوري بعد تعادلين بدون أهداف في أول مباراتين. وما زال الجونة لم يسجل أي أهداف في الدوري حتى الآن، ورفع المحل رصيده للنقطة الرابعة، وتوقف رصيد الجونة عند النقطتين. المباراة الثانية جمعت طلائع الجيش مع سموحة على ملعب جهاز الرياضة العسكري، وانتهت بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف في مباراة كانت محتفظة جدا أو متحفظة جدا من جانب الاثنين مدربين، سواء الكابتن أحمد سامي مع سموحة أو الكابتن عبد الحميد بسيوني مع الجيش. رفع سموحة بهذا التعادل رصيده للنقطة الرابعة، وهو نفس رصيد طلائع الجيش. أما المباراة الثالثة والأخيرة في هذا اليوم، واللي كانت طبعا بتاخد الاهتمام كله لأن هي جماهيرية في المقام الأول، جمعت نادي الزمالك مع المصري بورسعيدي في ملعب الجيش في برج العرب، انتهت بفوز مستحق للنادي المصري بهدف دون رد سجله نجم محمد الشامي في نهاية الشوط الأول في مباراة نجح فيها الكابتن علي ماهر في إدارتها بشكل كبير جدا وشكل مميز من البداية وحتى النهاية. مستر جوزيه جوميز بدأ المباراة بالتشكيل، ضم في حراسة المرمى محمد عواد، جه قدامه الرباعي محمود بنتايك، حسام عبد المجيد، حمزة مثلوثي، وعمر جابر. في خط الوسط كان موجود نبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد، ناصر ماهر، ثم الثلاثي مصطفى شلبي، ناصر منسي، محمود عبد الرازق شيكابالا. نزل كونراد ميشالك بدلا من شيكابالا في الدقيقه 30، التغيير كان مبكر جدا، وكمان خرج مصطفى شلبي مع بدايه الشوط الثاني، ونزل احمد مصطفى زيزو، ثم نزول حسام اشرف وسيف الدين الجزيري مكان عبد الله السعيد وناصر منسي، ده كان في الدقيقه 68. كمان نزل زياد كمال بدلا من ناصر ماهر في الدقيقه 74، وفرصتين من ذهب لنادي الزمالك كانوا للبولندي كونراد اهدر الفرصتين بشكل كان غريب جدا، فرصة كانت خطيرة لنبيل عماد دونجا مقابل 3 أو 4 فرص للنادي المصري، نجح ان هو يكون بيسجل واحدة منهم علشان يتوج بال3 نقط المستحقين والمهمين جدا في مشوار كل الفرق. اي نقطة مهمة جدا في شكل الدوري الاستثنائي لهذا الموسم. قدر نادي المصري يرفع رصيده بالفوز ده ل7 نقط، في المقابل توقف رصيد نادي الزمالك عند النقطة السادسة قبل الدخول في المعترك الافريقي يوم الاربعاء اللي جاي بالنسبة لنادي الزمالك اللي هيكون عنده مباراة ومواجهة أمام بلاك بولز المزنبيقي، والنادي المصري هيكون بيلعب مع إنيمبا النيجيري. وزي ما قلنا لحضراتكم الكل أكيد يعني عنده هذه المعلومة أن النادي المصري ونادي الزمالك متواجدين في نفس المجموعة فيما يتعلق بمنافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية. نتابع مع حضراتكم بعد هذا الفوز بالنسبة للنادي المصري لقاء مع ميدو جابر، ونعود مرة ثانية. ميدو نقول 3 نقاط مهمة وفوز غالي جدا أمام نادي المصري، إيه النهاردة الجميل النهاردة الأداء في أداء لاعبي الفريق المصري؟
والله الحمد لله. طبعا الحمد لله نحمد ربنا طبعا على المكسب كبير على نادي الزمالك. طبعا ماتش صعب، صعب جدا جدا. طبعا الماتش كان 50-50، اللي يكسب هيبقى اول الدوري او بالمعنى الاصح في المنافسه فوق. فالحمد لله ربنا كتبها لنا النهارده الحمد لله. خلصنا من الماتش، طبعا كان ماتش صعب، حضرنا له كتير جدا جدا، فكرم ربنا كان كبير. طبعا انت بتلعب فرقه كبيره، فرقه نادي الزمالك، طبعا فانك تكسبها في ماتش زي ده، ان انت الحمد لله توصل انك تبقى في القمه مع الناس اللي موجوده فوق وتفضل في المنافسه دايما ان شاء الله، ده طموحنا السنه دي، وده طموح الفريق ومجلس الاداره والجمهور والجهاز الفني وكل الناس جوه النادي. فنتمنى الحمد لله نفرح طبعا النهارده ونقفل عندنا ماتش بعد 4 أيام في افريقيا. كنت عايز اكلمك عليه ميدو، مباراتين مهمتين جدا، الاولى انتهت نادي الزمالك ونادي انبا طبعا في الكونفدراليه الافريقيه، كيف يؤهل الجهاز الفني اللاعبين لهذه المباراه طبعا المهمه والصعبه جدا؟ بص والله يا مرحبي، هو مش ماتشين بس، هو في 4-5 ماتشات جايين ورا بعض صعبين جدا، لكن انت طبعا انت عارف الدوري صعب وافريقيا صعب وكل حاجه صعبه السنه دي، فانت بتحاول تاخد كل ماتش بماتش. طبعا 3 بونت الحمد لله خدناهم النهارده الحمد لله بفضل ربنا، نركز في اللي جاي، عندنا ماتش كبير جدا جدا في افريقيا، عايزين نبدا بدايه كويسه، نبدا في بدايه في دوري المجموعات نكسب اول ماتش، نعمل مباراه كبيره قدام انيمبا، طبعا فريق كبير وفريق محترم وليه صولات وجولات في افريقيا، فلازم احنا محترمينه جدا 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 ان شاء الله، نحاول نحضر له من بكره باذن الله ونجهز للماتش ده ان شاء الله باذن الله. النهارده ان شاء الله هيكون عندنا ختام منافسات الجوله الثالثه من دوري نايل، عندنا برضو 3 لقاءات هنكون بنتابعهم النهارده، الساعه 5 الاسماعيلي في مواجهه بتروجيت، الساعه 8 حرس الحدود وفي مواجهه سيراميكا كليوباترا، وفي نفس الميعاد مودرن سبورت في مواجهه زد اف سي. مزيد من التفاصيل عن هذه اللقاءات اللي هنكون بنتابعها النهارده في ختام الجوله الثالثه من دوري نايل في التقرير التالي. الاستطار مساء اليوم الاحد على منافسات الجوله الثالثه من بطوله دوري نايل، والتي تشهد على العديد من المواجهات القويه، لعل ابرزها مواجهه الاسماعيلي لضيف بتروجيت وحرس الحدود والذي يستقبل فريق سيراميكا كليوباترا وغيرها من اللقاءات المرتقبه في المسابقه المحليه. على ملعب الإسماعيلية تبدأ أول حكاية بين الإسماعيلي والذي يسعى لتصحيح أوضاعه في دور نايل مبكرا بعد التعادل في لقاء والهزيمة في آخر أمام سيراميكا، عندما يستقبل العائد مجددا للمسابقة المحلية فريق بتروجيت. وتبدو مهمة الإسماعيلي ليست سهلة، فمنافسه رغم أنه لم ينجح في تحقيق أي فوز حتى الآن في دور نايل، إلا أنه لم يعرف الهزيمة بعد تحقيقه نتيجة التعادل في أول لقاءين، وهو ما يمنحه دفعة قوية في لقاء الدراويش. ورغم الظروف المحيطة بفريق الإسماعيلي، إلا أنه يسعى لتدارك موقفه سريعا في دور نايل خشية تكرار سيناريو المواسم الماضية ومنافسة الفريق للهروب من الهبوط، خصوصا وأن النسخة الحالية تعد الأصعب لنظامها الجديد، وهو ما يجعل الفرصة غير مواتية لفقد أي نقاط أخرى تجنبا لتأزم موقف الدراويش مجددا في دور نايل. وعلى ملعب المكسب الإسكندرية يستقبل فريق حرس الحدود نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، وعينه على تحقيق أول فوز وأول نقطة في دور نايل بعدما تعرض للهزيمة في أول مباريتين له في المسابقة المحلية. المهمة لن تكون سهلة، ففريق سيراميكا نجح في تدارك سقوطه أمام الأهلي بخماسية في الجولة الافتتاحية بتحقيقه الفوز على الإسماعيلي في الجولة الماضية، وهو ما يجعل المعنويات مرتفعة لكتيبة المدرب أيمن الرمادي لتحقيق الفوز الثاني في المسابقة المحلية. وفي ختام اللقاءات مواجهة قوية تجمع فريقي مودرن سبورت وإف سي زد على ملعب الأهلي والسلام، في لقاء يمني فيه كلا الفريقين النفس بتحقيق الفوز الأول له في دوري نايل. ولم يعرف فريق مودرن سبورت الفوز خلال أول جولتين في الدوري بعد التعادل فيهما، آخرهم كان أمام بتروجيت في الجولة الماضية، فيما عرف زد التعادل في لقاء والهزيمة في آخر أمام الأهلي، وهو ما يجعل الدوافع مرتفعة لدى الفريقين لمعانقة الفوز الأول في المسابقة المحلية. نتابع مع حضراتكم تفاصيل اكتر عن الفرق اللي عندها ماتشات النهارده. المباراه الاولى هتجمع الاسماعيلي مع بتروجيت في ملعب الاسماعيليه، ماتش مهم جدا للفرقتين، الاسماعيلي معاه نقطه وحيده من مباراتين تعادل مع المحله بدون اهداف وخسر امام سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، ما زال يبحث عن الهدف الاول والفوز الاول في الدوري مع الكابتن حمد ابراهيم. في المقابل بتروجيت الوافد الجديد لدوري نايل معاه نقطتين من تعادلين، الأول كان مع بيراميدز بهدف لكل فريق، والتاني كان مع مودرن سبورت بنفس النتيجة، والفريق بيقدم مردود إيجابي مع الكابتن سيد عيد.
المباراة الثانية هتجمع حرس الحدود مع سيراميكا كليوباترا ويحتضنها ملعب الماكس. أكيد مباراة مهمة جدا خصوصا للحرس مع الكابتن محمد يوسف، لأنه خسر أول مباراتين أمام سموحة 3-1، بعد كده الاتحاد السكندري بهدف نظيف. أكيد الفريق بيهمه النهاردة أنه يخرج بنتيجة إيجابية، خصوصا أنه هو عمل أكثر من 24 صفقة في الميركاتو الصيفي. الناحية الثانية مع سيراميكا كليوباترا، واحد طبعا من أقوى فرق الدوري في الفترة الأخيرة مع الكابتن أيمن الرمادي، معاه 3 نقط من فوز أخير على النادي الإسماعيلي بهدف فخري لكاي، وكان في خسارة في الأسبوع الأول أمام النادي الأهلي ب5 أهداف مقابل 2، لكنه يعني فريق عنده أكيد عناصر مهمة جدا وممتازة، أبرزهم طبعا فخري لكاي، محمود زلاكا، وأحمد رمضان بكهم. المباراة الثالثة والأخيرة هتجمع مودرن سبورت مع زد اف سي، مباراة شبه متكافئة، الفرقتين عندهم نفس الطموحات في دوري نايل. مودرن سبورت معاه 2 نقطة من تعادل مع ام بي بتون بدون اهداف، ثم بتروجيت بهدف لكل فريق، ومع الكابتن طلعت يوسف طبعا بيقود الفريق. في المقابل زد اف سي معاه 1 نقطة من تعادل مع الجونه بدون اهداف خارج الملعب، ثم خساره امام الاهلي بهدف دون رد في الجوله الثانيه، وما زال يبحث عن الهدف الاول والفوز الأول في المسابقة مع الكابتن مجدي عبد العاطي. ثلاث ماتشات في ختام منافسات دوري نايل، ليس بينهم الرباعي الاهلي والزمالك او بيراميدز والمصري اللي لعبوا امبارح واول امبارح، واللي هيكون عندهم مهمه افريقيه الثلاث والاربع في دوري الابطال وكاس الكونفدراليه، وطبعا انتظام المسابقه وترتيب ماتشات الانديه اللي هتكون بتشارك في منافسات افريقيا هيكون ان شاء الله بيوفر علينا كتير جدا في مساله انتظام المسابقه، واللي اكيد هيكون بيرجع بمردود ايجابي كبير جدا على المشاهد، وان شاء الله ده يكون بيتحقق باذن الله في هذه النسخة، وبعد كده كل النسخ في المنافسة المحلية يكون فيها انتظام بشكل كبير جدا. النهاردة برضو هيكون في بداية لمنافسات الجولة 9 من دوري القسم الثاني ألف، هيكون معنا 5 ماتشات خلينا نستعرضهم مع حضراتكم، وكمان موقف الأندية في الدوري. بس الساعة 2:30 هيكون الانطلاقة مع منتخب السويس في مواجهة بروكسي، في نفس الميعاد المصرية للاتصالات في مواجهة رايا، وفي نفس الموعد 2:30 الداخلية في مواجهة طنطا، أيضا 2:30 سبورتينج هيواجه وادي دجلة، وفي نفس الموعد كهرباء الإسماعيلية في مواجهة السكة الحديد. المباراة الأولى هتجمع منتخب السويس مع بروكسي، ومنتخب السويس معاه 9 نقاط حتى الآن، متواجد في المركز الـ12، وآخر مباراة خسر أمام المقاولين بهدف دون رد، في المقابل بروكسي معاه 12 نقطة موجود في المركز الـ9، وآخر مباراة فاز على السكة الحديد 2-1، وحتى الآن الفريق ماشي بشكل جيد جدا مع المدرب الشاب الكابتن محمد حامد. المباراة الثانية هتجمع المصرية للاتصالات مع رايا، فريق المصرية للاتصالات مفاجأة البطولة حتى الآن معاه 15 نقطة متواجد في المركز الرابع، في المقابل رايا معاه 8 نقاط فقط موجود في المركز الـ15، واكيد الـ3 نقط هيكونوا بيفرقوا جدا مع كل فريق. المباراة الثالثة هتجمع الداخلية مع طنطا ومجهة بـ6 نقاط الحقيقة، لان الداخلية معاه 8 نقط دلوقتي موجود في المركز الـ16 مع مدربه الكابتن عيد مرازيق، واخر مباراة خسر من وادي دجلة 2-0. في المقابل طنطا في موقف حرج جدا معاه 6 نقاط فقط موجود في المركز الـ19 اللي هو القبل الأخير، وآخر مباراة اتعادل مع القناة بدون أهداف، وطبعا معاه المدرب الكابتن خالد عيد واللي تولى المهمة في آخر 3 ماتشات فقط للفريق. نروح للمباراة الرابعة وتفاصيلها اللي هتجمع ما بين سبورتينج مع وادي دجلة. سبورتينج معاه 9 نقط موجود في المركز الـ11، لكن لعب 7 مباريات مؤجل ليه مباراة مع بلدية المحلة، كانت طبعا ألغيت بسبب عدم توفر الاشتراطات الأمنية في ملعب البلدية، ودي حاجة جيدة، يعني مش عايزين نشوفها على حاجة سيئة، بالعكس حاجة جيدة، نتمنى طول الوقت يكون في نظر لكل الظروف المحاوطة لأي مباراة، وإن الأمر ده يكون موجود بشكل أكتر، وخصوصا كمان موضوع عربيات الإسعاف في الملاعب في القسم
والتالت. نادي وادي دجلة أفضل يعني في المسابقة حتى الآن من أندية كتيرة، متصدر جدول الترتيب معاه 17 نقطة، وآخر مباراة فاز على الداخلية 2-0 ومعاه المدرب طبعا الشاب صاحب ال 32 سنة الكابتن محمد الشيخ. المباراة الخامسة والأخيرة هتجمع كهرباء الإسماعيلية مع السكة الحديد. كهرباء الإسماعيلية مسجل حضور جيد جدا في الدوري القسم الثاني ألف مع 15 نقطة، موجود في المركز الثالث مع نجم المنصورة في فترة التسعينيات الكابتن ياسر الكناني، وآخر مباراة فاز خارج ملعبه على أبو قير للأسمدة 4-1 في المقابل. السكة الحديد اللي غير مدربه الكابتن أحمد عبد الرؤوف وتعاقد مع الكابتن أيمن المزين اللي كان بيدرب المنصورة الأسبوع اللي قبله. السكة الحديد معاه 8 نقط في المركز ال 14، وآخر مباراة خسر أمام بروكسي 2-1. فخلونا أكيد نكون بنشوف مباريات ممتعة جدا وبنتابعها مع حضراتكم طبعا على الهواء مباشرة عبر قنوات أون تايم سبورتس. خلونا نروح نتابع التقرير التالي ولقاء مع الكابتن ياسر الكناني المدير الفني لنادي كهرباء الإسماعيلية، ونشوف توقعاته ورؤيته لمسيرة الفريق في البطولة في الموسم الحالي، وكمان الحظوظ للتأهل لدوري نايل. ونعود مرة تانية. قول الحمد لله رب العالمين، أنت يعني أوجزت فانجزت الاستقرار. عايز تدور على اي شيء على نجاح، دور على الاستقرار، تملي باستمرار. الاداره الناجحه هي اللي بتدعم الفريق وبتقف معاه في المواقف الصعبه. يعني خليني من خلالك بشكر مجلس اداره نادي كهرباء الاسماعيليه بقياده المهندس سامي ابو ورد والاستاذ عزت وكل الناس اعضاء واحد واحد، وبشكرهم على يعني ان انا موجود معاهم في الفتره. السنه اللي فاتت الحمد لله حققنا الصعود، السنه دي احنا ماشيين بخطى ثابته، يعني محتلين مركز كويس. انما يعني انا بقول للعيبه باستمرار، احنا دلوقتي حطينا نفسنا في منطقة كويسة كلنا، والناس كلها بتحترمنا، وخصوصا بعد مباراة أبو قير الأسمدة والنتيجة والأداء في التلفزيون، فالناس كلها بتحترمنا. ده بيزود المسؤولية علينا وبيحطنا، يعني عايزين نقول للناس كلها إن احنا اللي وصلنا له ده عن إن احنا نستحق عن جدارة مش بالصدفة، فبيطالب مننا كتير. فيعني أنا برضو من خلالك بقول للعيبة نادي الكهرباء بشكركم، بشكرهم جدا جدا على الفترة اللي فاتت. إنما احنا لنا هدف، الهدف اللي احنا حاطينه كلنا إن احنا نوصل لمنطقة كويسة. لازم ننسى الماضي ونفكر في المستقبل على طول. يعني الحمد لله رب العالمين إن احنا أول الموسم، أول ما اشتغلنا حطينا لنا فلسفة وحطينا لنا استراتيجية. أنا مش عايز أحط اللعيبة تحت ضغوط وأقول لهم، لأن أنت أول ما تحط اللعيبة تحت ضغوط اللعيبة المستوى الفني بيقل. فأنا ما بقول لهم إن احنا عايزين نلعب ونستمتع. دوري المحترفين دوري جميل، دوري السنة دي كل الناس وكل مصر بتتابعه، فرق قوية، فرق محترمة. أعتقد يعني احنا الحمد لله رب العالمين برضو بأدائنا واستعدادنا لدوري المحترفين وصلنا حاليا لمنطقة كويسة. أنا متوقع يعني وعندي ثقة في ربنا ثم في لعيبتي ورجالتي ان احنا هنوصل لمنطقة كويسة، لان الكرة ما بتعترفش غير الجهد والعرق. يعني انما انا بقول لك ان الدوري ده دوري صعب، دوري الكراسي الموسيقية هيفضل متقلبة فيه، كل الفرق قريبة مع بعض وكل النتائج قريبة، بدليل ان حد يصدق ان نادي القناة يكسب 5 وبعد كده يخسر في ملعبه، ابو قير الاسمدة يكسب بروكس 4 ويخسر، برضه يعني برضه من ضمن المفاجآت ان بترول اسوت يكسب المقاولين 2-0. دوري صعب ودوري قاتل، عشان كده اللي ما بيفكرش لقدامه بيعطل. فيعني انا بقول ان احنا حاليا الحمد لله رب العالمين وصلنا لمنطقه كويسه، واللعيبه اصبح عندها ثقه. الثقه ديت مفروض تدينا كويس. اولا بشكر جمهور الاسماعيلي عشان كانوا معانا السنه اللي فاتت واحنا كنا بنلعب مباراه مصيريه مع الانتاج الحربي، كانوا معانا. اتمنى ان شاء الله ان جمهور الاسماعيلي يعني بيحب الكره كويسه وبيشجع الكره كويسه. نادي الكهرباء ونادي القناه حاليا اتنين متواجدين بنمثل محافظه الاسماعيليه، وزي ما احنا عارفين من كل واحد اسماعيلاوي اصيل بيشجع كل ما هو يعني بلده، واحنا الاثنين احنا موجودين. واتمنى لهم، اتمنى بفضل الله منهم ان هم يشجعونا ويقفوا في ظهرنا، لان وجودهم معانا هيفرق كتير. لان نادي الكهرباء يعني نادي لسه صاعدين وبنشتغل وخطوه بخطوه على ما نوصل لمرحله كويسه. وجود الجماهير هيأثر لنا الطريق ويخلي اللعيبه تحس ان اللي هم بيعملوه ليه تأثير في محافظه الاسماعيليه. ماتشات بكره ان شاء الله الاثنين في اطار منافسات نفس الجوله من دوري القسم الثاني الف، هستعرضها مع حضراتكم. الساعه 2:30 المقاولين العرب في مواجهه ديروط، نفس الموعد بلديه المحله اسوان. 2:30 القناه لبيانا، في نفس الموعد بترول اسيوط المنصوره. الساعه 5 الترسانه وابو قير للاسمده.
انطلقت يوم الخميس اللي فات البطولة العربية الأولى للمنتخبات والأندية للجيت كوندو اللي استمرت على مدار يوم كامل لغاية النهائي. ده كان يوم 22 من نوفمبر الجاري في الصالة المغطاة في استاد القاهرة الدولي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. شارك في البطولة العربية في نسختها الأولى للمنتخبات والأندية 400 لاعب ولاعبة بيمثلوا 9 دول، والدول هي ليبيا، فلسطين، سوريا، لبنان، السعودية، السودان وتشاد وقطر، بالإضافة لمصر الدولة المستضيفة للحدث. كاميرا أون تايم سبورتس كانت في قلب الحدث، عملنا أكثر من لقاء في تغطية لفعاليات البطولة، نتابع مع حضراتكم في التقرير التالي. احنا اتحاد مشهر من حوالي 4 سنين، واللعبة دي أصلا اللي أنشأها الكابتن بروسلي، وطبعا هو معروف على مستوى الألعاب في العالم. احنا دلوقتي بنحاول ان احنا ننشر الرياضة دي، وإن شاء الله هكون من أحسن الرياضات القتالية في مصر والوطن العربي وأفريقيا، وقريبا إن شاء الله هتخش في البطولات العالمية. بصي حضرتك، لعبة الجوت كوندو دي لعبة بروسلي، وهي من أقدم اللعبات القتالية، تمام؟ والاتحاد منشأ من 4 سنين، والحمد لله قدرنا نعمل أول بطولة عربية في مصر، ومصر متميزة جدا في لعبة الجوت كوندو في مصر، ولعبة الجوت كوندو هي اللعبة القتالية اللي طالع منها كل الألعاب. النهارده البطولة العربية فيها أكتر من حوالي 9 دول، طبعا مصر الريادة محقق مركز أول بجدارة جدا. البطولة الأولى على مستوى الوطن العربي، تعمل بطولة عربية رسمية. طبعا أول ما اتعملت في أرض الكنانة، أرض مصر، البطولة فيها لاعبين ممتازين جدا، دوليين عاملين شغل كويس جدا بالنسبة على مستوى الوطن العربي. وإن شاء رب العالمين بعد البطولة دي تكون في بطولة أفريقيا، بطولة عالمية بعد كده دولية. بالنسبة للبطولة العربية اللي صارت، هذا حدث كتير كبير بأرض الكنانة بمصر. ونحن كتير بنتشكر الأستاذ عادل الحسن، هو رئيس الاتحاد المصري للجيت كوندو. ولكن البطولة العربية اجوا تقريبا 9 دول، وبكرة إن شاء الله جي دولة المغرب حتشارك معنا. إجمالا كانت البطولة الرابعة هيدي، بطولة الأندية والمنتخبات، ولكن مش متوقعين يكون في منافسات بهيدي الأول، بنسميها نحن قوة ضاربة، خصوصا المنتخب المصري اللي عمل إنجازات كثير كبيرة. رياضة الجيت كوندو هي رياضة قديمة حديثة، وهي نشأت بمجال الفنون القتال، وهي جامعة كاملة لكل الرياضات الفنون القتالية. يعني أي شخص بيقدر يتمرن كجيت كوندو بيقدر يلعب كل الأساليب. نشكر جمهورية مصر الشقيقة على حفاوة الاستقبال والتكريم، وجميع الدول العربية المشاركة في هذه البطولة 24 دولة، ونجحت ولله الحمد نجاح بارع بشكل لا يتخيلها العقل، ونتمنى انه يكون يستمر. جيت كوندو انتشرت عبر الاعلام بشكل كبير جدا في الوطن العربي، وخاصه يعني كان تنظيم هذه البطوله كان تنظيم اكثر من رائع، ترتيبات لوجستيه على مستوى عالي جدا. نشكر اكيد الاتحاد المصري على اهتمامه برياضه الجيت كوندو، ومصر طبعا هي قلب العروبه النابض، والحقيقة يعني استضافت وضمت كل الدول العربية الأعضاء في الاتحاد العربي، نشكرهم على هذا الاهتمام وهذا وحفاوة الاستقبال وكرم الأخلاق. يعني الجيت كوندو لعبة من ضمن الألعاب القتالية، أنا أصلا بطلة عالم كونوفو وبطلة عرب، والجيت كوندو بالنسبة لي كانت تكملة لمسيرتي إن أنا أوصل فيها إن شاء الله لأهدافي، والحمد لله ربنا نصرني النهاردة وجبت أول عرب الحمد لله. طبعا تنظيم مبهر وحاجة مستوى عالي جدا، والحمد لله سيادة المحاسب عادل حسن كان معانا خطوه بخطوه، ووعد ونفذ، وهو احنا بس كنا طالبين ان احنا ناخد فرصتنا، قلنا له بس مجرد ما البطوله تقام كلنا هنكسر الدنيا والميداليات كلها تبقى ان شاء الله تبع منتخب مصر، والحمد لله وفينا بوعدنا. مشاهدينا الكرام، هنروح لفاصل، بعد الفاصل نواصل حديثنا واخبارنا مع حضراتكم في حلقتنا النهارده من صباح اون تايم، خليكم معنا. اهلا بحضراتكم مره تانية مشاهدينا الكرام، نستعرض مع بعض ماتشات النهارده في الدوري الانجليزي. الحقيقه في اوروبا في النهارده لقاءات كتيره مهمه وممتعه، ولكن البدايه مع البريمير ليج. الساعه 4 ساوثهامبتون في مواجهه ليفربول متصدر جدول الترتيب، الساعه 6:30 ابسويتش تاون في مواجهه مانشستر يونايتد.
أما مباريات اليوم في الدوري الإسباني، الساعة 5:15 إشبيلية في مواجهة رايو فايكانو، والساعة 7:30 ليجانيس في مواجهة ريال مدريد. وإلى إيطاليا، الساعة 7 نابولي في مواجهة روما، والساعة 10:15 لاتسيو في مواجهة بولونيا. وعن أبرز مباريات اليوم في الدوري الفرنسي، الساعة 6 نانت في مواجهة لوهافر، والساعة 10:15 نيس في مواجهة ستراسبورغ. مزيد من التفاصيل عن اللقاءات المرتقبة في الدوريات الأوروبية نتابعها مع حضراتكم في التقرير التالي. نتمنى طبعا كل التوفيق لنجومنا المصريين اللي عندهم النهاردة مواجهات، سواء في الدوري الفرنسي مصطفى محمد وأكيد محمد عبد المنعم، من الناحية التانية طبعا مواجهة ليفربول الهامة جدا علشان يكون بيبعد أكتر بصدارة جدول الترتيب في البريمير ليج، ونتمنى طبعا التوفيق في هذه المباراة لمحمد صلاح. من الكورة نروح للهامبول، طبعا معروف تاريخيا أهمية ودور منتخب الهامبول المصري، وعلى مر الأجيال شفنا وما زلنا بنعيش إنجازات عظيمة جدا لكل منتخب في كرة اليد في كل المراحل العمرية. والحقيقة كمان أن منظومة الهاندبول بشكل عام في مصر نجحت بامتياز في صناعة منتخب كبير قادر أن هو يكون متواجد وفي شكل فيه استمرارية في نهائيات كاس العالم. مش بس فكرة التمثيل المشرف، احنا الحمد لله كمان في منتخب مصر للهاندبول بنروح لأبعد نقطة ممكنة في المونديال، وسبق وقدرنا نوصل لنصف النهائي في أكتر من منافسة. ده غير النجاح بشكل عام لمنتخب مصر لكرة اليد في دورات الألعاب الأولمبية. كان لينا لقاء مع الكابتن خالد خيري، طبعا معروف جدا وبشكل كبير لكل محبي وعشاء الهاندبول. سألناه عن تطور منتخب مصر في الفترة الأخيرة، وإيه كمان اللي بينقصنا علشان نكون بنتوج بميدالية عالمية أو أولمبية، وإزاي نطور أندية الدوري بشكل أكبر. فخلونا نقرب أكتر من المشهد ونشوف هذا اللقاء مع الكابتن خالد خيري، ونعود مرة تانية. طبعا اهم عامل هو بناء 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 ثم اداء. يعني انت كان عندك جيل 98 جيل 2000، واحد خد تالت عالم وواحد خد اول عالم، بالتالي هتلاقي مجموعه بتلعب على مستوى الرجال جيده، ده طبيعي، وهو ده اللي ادانا النتاج الاخير مع الاجيال اللي قبليه. يعني جيل مثلا علي زين، هو علي زين 90 بالمناسبه مش 88، لكن جيل 88 اللي شارك مع علي زين خد رابع العالم، وجيل 90 خد رابع العالم. فلما يطلع لك رابع العالم منه لاعب او اثنين زي علي زين زي فلفل ايا كان، طبعا لان دي مجموعه بتختار وبتطلع، انت عارف المنتخبات عندنا مش ثوابت، يعني ممكن لعيب يعلى فبيرجع المنتخب. هو ده الاضافه الاساسيه. عندنا جيل 2004 طلع منه زياد حشاد، طلع منه احسن لعيب، احسن جناح شمال في العالم، دلوقتي محترف في اسبانيا. فهو دي الاجيال، هو ده البناء اللي بيدي الاجيال. التطور كان واضح لنا كلنا في الاولمبيك. يعني احنا طبعا زعلنا قوي ان احنا ما خدناش مركز، لكن احنا زعلنا ما خدناش مركز بس عندنا منتخب قوي، كسب وتعادل مع فرنسا وكسب النرويج، يعني فريق قوي، خسر من اسبانيا بطلوع الروح. يعني اي حد كان ممكن ياخد المباراه سواء مصر او اسبانيا يعني، لكن لسه ما جاش. ان يعني طبعا احنا رابع الاولمبيات اللي فات، بقينا الخامس، بقينا الخامس على الدوله المنظمه اللي هي فرنسا، لكن هو ده الرانكينج. انت بتلعب في الحته بتاعت من 1 لـ 6، من 1 لـ 8، من 1، عايز توصل بقى انت للي ابعد. بص انا شايف انها يعني مساله وقت، يعني مش وقت معين، بس عايز اقول لك ليه مساله وقت. ألمانيا هي أول من نظمت بطولة عالم. ألمانيا هي ما خدتش البطولة العالم على طول، ده العام 1938 أنا بكلمك. فأنا عايز أقول لك إنها مسألة وقت. أنت بقى الأجيال بتاعتك اللي بدأت تنمو بدأت 90. العمر الافتراضي اللي فرق ما بينك وما بينهم 30 سنة. أنت لسه من طالع بقى، طلعت فترة خدت رابع عالم عند 2001، نزلت 17 سنة، طلعت في 2019 خدت ثامن، خدت سابع هنا في المحروسه، وبعدين طلعت بره خدت سابع، خدت رابع اولمبيات جاي بقى. يعني احنا كنا قريبين في الاولمبيات اللي فات بالذات ان احنا نكون في ميداليه. يعني لو تخطينا اسبانيا انا مصر كانت هتبقى في حته ثانيه. هو يعني اقدار، زي ما قلت لك مساله وقت واقدار واستمرار. يعني لسه ربنا ما قدرش ده، لسه ما جاش الوقت اللي هناخد فيه ميداليه. ده حقيقي يعني، بس هتيجي ان شاء الله، ان شاء الله يعني ان شاء الله. الموضوع في الدوريات العالميه
حاجة بس مهمة، يعني مثلا فيس فريم بيعمل إعداد هيركب أتوبيس يروح فرنسا، أنت بعيد، أنت أوروبا بعيد، مسافات بعيدة. طب إيه بقى اللي أتمناه؟ إن يبقى فيه دوري عالمي زي الطائرة كده، الدوري العالمي بس يبقى أندية، ما تبقاش بطولة عالم أندية، دوري عالمي. النادي اللي عايز يشترك يشترك، يبقى تحت مظلة الله اتش اف مفيش مشكلة، بس يبقى اسمه دوري عالمي للأندية. موضوع تاني خالص ما حدش فكر فيه، يعني فكرنا نعمل بطولة عالم أندية سواء كرة قدم أو كرة يد، لكن دوري عالمي. الدوري العالمي اتعمل في الطائرة على مستوى الدول الأمم، لكن ما اتعملش على مستوى أندية. فكر كده معايا، أنت عملت دوري عالمي وجالك من كل أوروبا دي مثلا 13-14 فرقة اشتركت، من أفريقيا فرقتين ثلاثة، من آسيا فرقة وهكذا، ورحت عملت دوري عالمي. الدوري العالمي ده ما خصصتلوش مكان، خصصتله محطات، يعني ما بقاش مجمعة واحدة. على فكرة ده حلم بحلم بيه، حلم أشوفه، يعني من الحاجات اللي أتمنى أقول رأيي فيه يعني، لكن مش ممكن نتحقق، ممكن ما يتحققش. ونروح لموضوع تاني مهم، وهي مشاركة منتخب مصر للفوتبول سكيت المميزة في بطولة العالم، حيث سجلت مصر أول مشاركة تاريخية ليها في بطولة العالم للفوتبول سكيت، وهي الرياضة اللي تجمع ما بين مهارات الكرة وتقنيات التزلج. مصر بتشارك في البطولة المقامة في تركيا خلال الفترة من 21 وحتى 26 نوفمبر بفريقين من الأعمار اللي بتتكلم فيها، يعني الناشئين واللي بيتراوح أعمارهم ما بين 12 ل 15 سنة، والفريق الكبير في النسخة ال 15 من البطولة. قدر منتخبنا الوطني للناشئين في الوصول لنهائي البطولة، واللي بيشارك في مرحلة الناشئين 8 منتخبات، وهيلعب منتخب مصر النهاردة أمام تركيا البلد المستضيف، حيث بدأ منتخب مصر المشوار بالفوز على منتخب غانا بنتيجة 3-1، وفي الدور نصف النهائي فاز على منتخب الهند بنتيجة 6-0. وبعد انتصار مصر على الهند وصل منتخبنا للنهائي أمام تركيا، واللي نتمنى ليه طبعا كل التوفيق وتحقيق البطولة. ومن هذا الخبر السعيد نروح لمزيد من الأخبار وفقرتنا On Fire News. نبدأ أخبارنا من عند بيان رابطة الأندية، واللي أعلنت فيه استبعاد مراقب مباراة النادي الأهلي والاتحاد السكندري أول امبارح عن المباريات في هذا الموسم، بعد وقعت أزمة الصحفيين في المؤتمر الصحفي للسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر ومغادرة الصحفيين للمؤتمر. جه بيان رابطة الأندية كالتالي: بتؤكد رابطة الأندية المصرية المحترفة على احترامها للمنظومة الإعلامية والصحفيين، وبتقدر المجهود اللي بيقدموه في تغطية المباريات، وعليه قامت الرابطة بالسماع إلى جميع الأطراف، وقامت الرابطة باستدعاء مراقب المباراة للتحقيق معاه، ولكنه اعتذر عن الخضوع للتحقيق. وبعد استبيان الحقائق من أطراف مختلفة، فقد تأكد عدم تعامل المراقب وفقا للمهام المحددة لي والتحدث مع الصحفيين بشكل غير لائق، وعليه قرارة الرابطة استبعاد مراقب المباراة من جميع المباريات اللي بتنظمها الرابطة. خبر آخر، حيث كشف مسؤول لجنة الحكام باتحاد الكرة أنه لا يوجد عقوبات على الحكم الدولي محمد معروف والطاقم اللي كان معاه في مباراة الأهلي والاتحاد السكندري اللي أقيمت أول امبارح في الأسبوع الثالث من دوري نايل. وأوضح مسؤول لجنة الحكام أن لعبة حسين الشحات ركلة جزاء صحيحة، كمان أن وقعة محمود كهربا لا ترتقي للطرد وتستوجب إنذار فقط، والفار يتدخل فقط في حالات طرد. بالإضافة إلى أن لعبة أكرم توفيق التحام طبيعي لم يؤثر على اللاعب، أما يحيى عطية الله فالكرة اصطدمت في صدر اللاعب. مشاهدينا هنروح لفاصل لاستقبال ضيفنا الأستاذ عز الكلاوي الناقد الرياضي، خليكم معنا.